أمل بوسعادة فرصة تقليص الفارق على أصحاب الرياضة بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام فريق ترجي مستغانم الذي أحسن السفر إلى بوسعادة. في شوط أول كان حذرا من كلا الجانبين، لهذا لم نشاهد فرص حقيقية للتسجيل. المرحلة الثانية كانت أحسن، وأول فرصة للتهديف كانت من الترجي، حيث ضيع القائد من مغيث فرصة سهلة بعدما جانبت رأسيته الشباك. رد الأمل كان سريعا عن طريق تشيكو، لكن الحارس بالعويدات بالمرصاد. ورغم التغييرات التي أحدثها المدرب صفراوي إلا أنها لم تأتي بالجديد أمام فريق أحسن غلق كل المنافذ. ليطرد الحكم بوست اللاعب زروال بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 8، فرصة حاول استغلالها زملاء بطعم، لكن الحارس بالعويدات بالمرصاد. حتى القائم الأيمن تعاطف معه في تسديدة بطعم. ليفوت الأمل فرصة الارتقاء إلى منصة التتويج، بينما يعود الترجي للديار بنقطة تبقيه مع خماسي المقدمة.